حفل الخميس كان في اليوم الوطني السعودي. نعم. شاركت فيه نعم. في الحفل وكان ما شاء الله يعني حضور جميل. خلينا نتكلم عن هذه المشاركة. يعني أنا أكيد طبعا نهني المملكة العربية السعودية على اليوم الوطني 89، وقبل لا أجيكم أنا سويت لقاء قبل شوي في الإذاعة وتكلمنا عن هذا الموضوع. نهني طبعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده الله يحفظه ويطول بعمره محمد بن سلمان والشعب السعودي كافة بهذه المناسبة الطيبة. وكنت سعيد جدا اني كنت واحد من الاشخاص اللي ادعوه انه يغني في مناسبة مثل هذه المناسبة اللي قلب يعني عزيزة على قلوبنا كنا ككويتيين، وانتم عارفين الامتداد بيننا وبين السعودية. حتى اخر هم مبسوطين على كلمة انا قلتها اخر شيء، قلت لهم اذا السعودية فوق احنا بعد احنا دائما حنا نكون فوق. فهذه الكلمة يعني لأن هذا الواقع اليوم، هذا ما يخفى على أحد ولا هو رياء، هذا جد. يعني متى ما استقرت المنطقة احنا مستقرين كلنا، وعسى الله يحفظ المملكة العربية السعودية طبعا، يحفظ بلد الكويت والخليج كله يكون في أمن وأمان، وكما اعتدنا يعني لنا وللموافدين والناس اللي عايشة ويانا يعني.